ما حكم الكذب على الزوجة وفي أي حالة يجوز؟ الأصل أن الكذب لا يجوز، وأنه من كبائر الذنوب، وهو من علامات النفاق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا عاهد قدر، وإذا خاصم فجر. وكذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الكذب، قال: إن الكذب يهدي إلى الفجور، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. الكذب يجرئ بعضه على بعض ويهون بعضه بعضا، والله تعالى يقول: فنجعل لعنة الله على الكاذبين. الأصل أن الكذب لا يجوز، وإنما يستثنى منه ما كانت مصلحته أرجح من مضرته، إذا ترتب عليه مصلحة أرجح رخص فيه، كما جاء في الحديث ترخيص الكذب في ثلاث مسائل أو ثلاث أحوال. المسألة الأولى الكذب لإصلاح ذات البين، يعني يكون بين اثنين أو بين جماعة وجماعة شيء من الاختلاف والنزاع وسوء التفاهم والبغضاء، فيأتي من يريد الإصلاح فيكذب على أحد الطرفين بأن الآخر يثني عليه ويحبه ويريد الصلح معه من أجل أن يلين قلبه ومن أجل أن يقرب من أخيه، ثم يذهب إلى الآخر ويقول له مثل ذلك حتى يقرب بين الطرفين ويجمع بينهما بالصلح وإزالة الظغن والأحقاد، فهذا يجوز فيه الكذب من أجل المصلحة الراجحة. الحالة الثانية الكذب في الحرب، فإن الحرب خدعة لما في ذلك من المصلحة لمنفعة المسلمين والانتصار على عدوهم. في المسألة الثالثة فيما بين الزوجين بعضهما مع بعض، فيكذب الزوج على زوجته من أجل صلاح العشرة إذا كان بينهما شيء من الاختلاف، وكذلك الزوجة إذا رأت من زوجها شيئا من النفور ومن الابتعاد وكذبت عليه من أجل إصلاح ما بينهما جاز هذا، لأن فيه مصلحة راجحة. وفيما عدا هذه الأحوال الثلاث لا يجوز الكذب. نعم.